نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان التوثيق البرلماني، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب. هذه الدورة ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تنظمه أمانة مجلس النواب، وتهدف إلى دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية لعدد من الموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل بعنوان التوثيق البرلماني، تهدف إلى تطوير مهارات العاملين فيها، وذلك ضمن سلسلة من الورش التدريبية والتوعوية المتخصصة تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المعهد ومجلس النواب. تكمن أهمية هذه الدورة في الحقيقة بأنها تمكن الموظفين العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب من مهارات التوثيق البرلماني للسادة النواب، من حيث إعداد جداول الأعمال، من حيث إعداد التقارير، وكل ما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية، كيف تدريبهم على مهارات التوثيق البرلماني. تأتي هذه الدورة التدريبية في الحقيقة بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث أن هناك برنامج شراكة للسادة النواب ولموظفي الأمانة العامة مع معهد البحرين، وهذه الدورة أحد الدورات اللي بتم تنفيذها اليوم. تأتي أهمية هذه الدورات لأن موظف مجلس النواب هو في الحقيقة ليس موظف عادي، هو موظف استثنائي عليه أعباء وطنية عند الذهاب وتمثيل بلده في خارج البلد والمشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية، عليه عبء كبير جدا في نقل صورة مجلس النواب وتسويق التجارب الوطنية على مستوى البرلمانات العالمية. فبالتالي نقوم مركز البحرين للتدريب البرلماني بتمكين الموظفين العاملين في الأمان العام بكل المهارات وكل الأدوات المعرفية والفكرية حتى يتمكنوا من الاطلاع على أفضل التجارب العالمية وتسويق التجربة الوطنية في البحرين. هذه الورشة تسلط الضوء على أهمية التوثيق بأنواعها ومراحلها ودورها في الحفاظ على الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية. تأتي أهمية هذه الورشة وهذا البرنامج تحديدا لأنه يوثق للعديد من الفعاليات والمعلومات والمعارف التي من الأهمية أن تكون لنا دليلا في المستقبل لأجيال قادمة تعلم ما فعلته الأجيال السابقة، وتعلم أيضا ما يجب أن يتم فعله في المستقبل بهدف تطوير أدائنا البرلماني والتشريعي والسياسي عموما. أهمية هذه الورشة تكمن في تطوير مهارات التوثيق البرلماني لدى موظفي الأمانة العامة، والتي تعد من أهم المهام التي تناط بهم نظرا لما تمثله المعلومات من أهمية حيوية في العمل البرلماني. فائدة العلمية اللي راح يحصلها موظفين مجلس النواب هو الوقوف على المستجدات العلمية الحديثة في العلوم التي تخدم البرلمان البحريني. وعلى سبيل المثال اليوم عندنا دورة في توثيق المستندات البرلمانية، وإحنا في مجلس النواب كموظفين نحتاج إلى ما للتوثيق المستندات الموجودة بالطريقة العلمية وليست بالطريقة التقليدية. الدورات المتخصصة التي تنظمها الأمانة العامة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالعمل البرلماني، والذي يصب في نهاية المطاف في خدمة مساعي الأمانة العامة لتطوير آليات عملها وكوادرها في ضوء جهودها المستمرة في هذا المجال. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.